موضوع إيران، موضوع احنا شايفينه كويس هنا في واشنطن دي سي، ان ايران ما بتطلعش الجيش من عندها عشان تحارب في غزه او تحارب في مناطق اخرى في العالم، ولكن بتطلع مستشارين وبتورد صواريخ وبتورد انتليجنس انفورميشن للحوثيين والسوريين وايضا جزء من الميليشيا الشعبيه في العراق. نحن ملاحظين هذا تماما، لدرجة أن حوالي 3-4 سيناتورز في الأمريكان سينت طالبوا immediately بشن هجوم جوي في داخل أراضي إيران في بعض القواعد العسكرية التي يعرفها الجيش الأمريكي. إنما عشان تقيم حرب ضد إيران ده يتطلب أن في موافقة ما بين روسيا وأمريكا والصين، وإذا لم تكن هذه الموافقات موجودة مع موافقة الناتو لن تقوم حرب في إيران على الإطلاق، لأن الحرب الأمريكية مش هتكون حرب أمريكية ضد إيران، ولكن هتكون حرب على نطاق كبير جدا. ده محور آخر، ده مشوار آخر، ولذلك أنا مش عاوز ألجأ له دلوقتي. إنما هل وارد أن تقوم حرب؟ غير وارد. لكن يا دكتور هاشمي، أنا أريد أذكرك بقضية. منذ هذه الأحداث أنتم الجمهوريون تضغطون بشكل فظيع، وبالذات في تصريحات ترامب على بايدن الذي لم يمارس سياسة القوة أو الحرب أو ضرب إيران من الداخل. هذا تكرر حتى في الصحافة الأمريكية وفي تصريحات معلنة. ضرب إيران من الداخل ألا تعتقد يسبب كارثة لأمريكا والمنطقة وتفقد السيطرة على المنطقة بكاملها؟ يسبب كارثة للعالم كله وليس لأمريكا فقط. إذن لماذا ترامب يضغط بهذا الاتجاه؟ نعم، لماذا السيد ترامب طالما ينتقد بايدن بهذا، حتى ذكره وقال له في وقتي لم يكن هنالك دولارين يدخل إلى إيران، أما في عهدك فقد اغتنت إيران، لماذا هذا التحفيز؟ لأن القوة الاقتصادية هي التي تؤثر على القوة العسكرية وليس العكس. نعم. إن لما أوباما أرسل طيارة محملة بال 500 مليون دولار لإيران من 7 سنوات أو 10 سنوات تقريبا، كانت واضحة وصريحة إن في علاقة صداقة خفية ما بين الديمقراطيات وإيران، وإن كل الكلام اللي تسمعه في الجرايد ده كلام نونسنس إذا حط إير، ملوش أي معنى على الإطلاق. الجمهوريين بيختلفوا عن الديمقراط في حاو ان هم بيبصوا لايران. ايران بالنسبه للجمهوريين مصدر مشاكل. كان معي امس ضيفا من واشنطن قال امريكا تتفاوض سرا مع ايران ويتبادل المعلومات، وان امريكا قد ارسلت معلومات الى طهران قد حذرتها من هجوم إرهابي، وبالفعل حصل. إذن هنالك خطوط اتصال وتخادم بين الطرفين حتى في هذه المرحلة، ما حقيقة هذا؟ حقيقة مضبوطة جدا، وزي ما قلت لحضرتك أن الديمقراط عندهم باك دور تشانلز مع إيران من زي مدة. هو ترامب اللي جه ووقف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران. الآن بايدن والإيران يتفاوضون من خلف الأبواب. I'm sorry. بايدن وإيران، أمريكا وإيران يتفاوضون خلف الأبواب المغلقة. ده بلا شك. رسميا هذا مثبوت. ما أقدرش أقول لك رسميا هذا مثبوت، بس هذا بلا شك. زين.